العمش لهون وصلت معهم جماعة أبو علي بوتين، فانتروا على الراس الكبير. ولك إيه إيه، السيد الرئيس بذاته. ومن مين؟ من ضابط حقه ولا شي. عرفت ليش يا أبو البيش؟ لأنك حرامي. وهذا الشي زعج الضباط الحرامية السوريين، حرامية حرامية حرامية، اللي قال عنهم عم يستخدموا الذخائر بشكل غير مسؤول، وأنهم فاسدين وأنهم بس يمكن كان سكرانها. حتى عمل من سيادته رئيس الأركان تبعه صبي حمام. صبي حمام اطلع، اللي بيضحك بالبرقية السرية، قال ممكن تتوتر العلاقات بين البلدين بسبب تقليل الاحترام بهي الطريقة. ونحن نقول لك يا صرصور نام وسكوت وطنش. لك اسكت يا كرمال محمد اسكت. سيدك مثل ما قال الشاعر، فكيف تظن بالأبناء خيرا إذا نشأوا بحضن السافلات. ساع من ساع واضحة صبيان حمام هيطلعنا مثل صبي الحمام، ايد ورا وايد ندها.